بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس. من أرقى وأسمى القيم في الحياة قيمة العطاء والتضحية. القيمة دي بترفع قيمة الإنسان وبتزود حب الناس ليه وتقديرهم لكل اللي بيقدمه. القيمة دي فيها معاني النبل والفروسية والقدرة على إسعاد الآخرين من غير ضجة أو إعلان أو تفسير. القيمة دي ما زالت أصيلة وجزء من مخزون وتراث المرأة المصرية بكفاحها وصبرها ورعايتها لأسرتها وقدرتها على تحمل الصعب عشان تستمر رحلة الحياة. القيمة دي عبرت عنها ببراعة الست محروسة سالم اللي رفعت شعار أنا راجل البيت بعدما أصيب جوزها وأصبح عاجز عن تلبية طلبات أسرته. قررت أنها تشتغل، رفضت أي مساعدة، رفضت تمد إيديها. عملت إيه الست محروسة؟ جابت تروسيكل وبقت تشتغل عليه لمدة 15 ساعة يوميا رغم أنها مصابة بشلل أطفال وأجرت 49 عملية في رجليها. إزاي كانت بتتحمل الألم؟ وإزاي كانت بتقاوم التعب؟ وإزاي كانت صبرة وراضية ومصرة على العمل رغم ظروفها الصحية صعبة جدا؟ الإجابة هنعرفها في هذا التقرير اللي عملته زميلتنا ياسمين الضوي عشان نقول لهذه السيدة الفاضلة كتر ألف خيرك يا محترمة يا عظيم. أتنمرض على الحاجات دي كلها. هاتان العينان النابضتان بالحياة ليس جديد عليهما أن تريا النصف الممتلئ من الكوب. فمنذ ما يقارب 20 عاما دق قلب محروسة لرجل رأى فيها شريكة حياته. عرفت بزوجي، ربنا يديله الصحة ويشفيه يا رب. حسسني أنا إنسانة تانية خالص، غير الست أو غير البنت اللي كانت معاقة وعندها كل حاجة متدمرة متكسرة نفسيا. وعلى غير المتوقع رفض أهلها الزيجة لظنهم أنها بإعاقتها لا تصلح للزواج. أتجوزت عبد الرحمن، كان كويس وما كانش عنده أي مشكلة صحية في الأول، يعني غير لو حساسية الصدر عادية اللي عند كل المصريين. أهلي معظمهم ما حضرش الفرح، إخواتي طبعا معظمهم برضو ما حضرش. مضوا على شيك ومضوا على وصل أمانة هو بيستلم التلاجة عشان يفركشوا الجوازة، وعملوا حاجات كتيرة أو عشان يطفشوه، بس أنا كنت قايلة له إن الكل عايز يطفشك، فهو كان متمسك بيه لأبعد الحدود يعني. وبعد 20 سنة تزور كاميرتنا محروسة في بيتها الدافئ برداء حب نسجته وألبسته لأبنائها نورهان وأحمد كنزها الثمين ورفيق الرحلة. أولادي بالنسبة لي الحياة، القلب اللي بيوم ثانية في عمري ان انا اسجد فيها واقول يا رب اللهم لك الحمد. دكتور عمرو، اتمنى ان حضرتك تقبل مني دي، انا بكملها لحضرتك ونفسي اشوفها في التقرير مع حضرتك على الشاشة.